تقطع مسافة بالسيارة ساعتين أو ثلاثة أو أربع ساعات أو خمس ساعات، ترى في بعض الأحيان لا يسبح ولا يحمد الله، يحمد الله تبارك وتعالى، ولا يتفكر ولا يستمع إلى درس علم. ويستطيع الشخص في ذلك الوقت أن يستمع إلى محاضرات، إلى دروس علم، إلى برامج وثائقية، إلى في بعض الأحيان يراجع له، في بعض الأحيان يناقش مع من معه في السيارة. هذا وقت ضائع أيها الإخوة، ينبغي الإنسان أن لا يترك هذه الأوقات. طبعا الأوقات الأساسية هذا معلومة، لكن أتكلم على الأوقات الضائعة هذه. لو افترضنا بأن يقطع، بأن الإنسان يقطع في اليوم مثلا في اليوم فقط 10 دقائق في السيارة، في الأسبوع كم دقيقة؟ خلنا نقول ماشي دوام يومين 50 دقيقة، 50 دقيقة وخمسين دقيقة كم؟ 50 دقيقة ضرب 4 كم؟ 200 دقيقة، 200 دقيقة كم يستطيع الإنسان من الأعمال يفعل فيها في هذه 200 دقيقة؟ هنالك أوقات كثيرة مهدرة. يعني مثال أيها الإخوة، وهذه نصيحة لكل من يحضر هنا أو يستمع إلى هذا الأمر ويستمع إلى هذا الكلام، هنالك أوقات كثيرة. اليوم 10 دقائق، بكرة 10 دقائق، 10 دقائق، درج ومن الله الفرج. يعني مثلا نحن بدأنا قبل فترة في قراءة كتاب المعتمد بعد صلاة العصر في مسجد من المساجد السابقة. أيها الإخوة، نقرأ في كل يوم مقدار 12 دقيقة ما نزيد من الكتاب، وشرح بسيط هكذا ويسر. أنهينا الكتاب في كم شهر؟ 11 شهر. تصوروا لو أن الإنسان قلنا له بأنك تستطيع تعطينا من وقتك 120 دقيقة مثلا في يوم واحد بعد صلاة العصر، مثلا ما يستطيع. وهكذا ضاعف 1000 دقيقة، ضاعف لا يستطيع. لكن بتجزئة الأعمال، بتجزئة الإنجازات، يستطيع الإنسان ينجز الكثير.